نبي محكوش عليه الصلاة والسلام صدقه مالك ما نقصان مسوا كم دولار بعد إيساتا بقول دولار بعد كم بحسي إن ليه وحقوله إن سجال بقول بسواه لي نبي محمد وحوله وحبك عمل نقصان ما أمر كادر مين مسأين ده كادر مين بمعنى وحكة دكانته العق جاب كبير حدا أتكون إيساتي أو جاب كمدي تهاج أتجشتي ما مال بكاتك تي أكون كدنيا أتكسرتوا حاجات جلسي أكون كآخرهم بعد كل ما عندكم ينفذ وما عند الله باغ باك هذا عسن وحا أنوغ عن هيا وإن مانيا قريقا وان كتغيا قريقا وان كتغيا ذهبك وان كتغيا كرسيقا وان كتغيا مقعيا مالك يا مامولك يا موحنا السلاحية وان كتغيا معاني الهي وديبت واحد الهي وديبت باك آه الرئيناي هذه النور اللي قصيه قيري باك آحمي هذه عافما اللي قصيه عذر باك آحمي هذه دليل رلماني قصيه وذيني باك آحمي هذه برواق اللي قصيه بسارات باك آحمي هذه فرح اللي قصيه مرق باك آحمي لكن ماشي نوحبك آحمين هنين إيه للرب ولا ليال مسجد السنة عاوية مروى البابين هنو رركة دقنا وفردو سوي وإلهي رديه سوي ما عندكم ينفذ أمر كان لا شقينا يا نوغ أمر كلاي ماذا أمر الله في هذا الحال ولذلك هذو قفك عمرك إلهي بقول كيف أنت قاتل لكن ما البطقو عنتاي رباط عنتا قفك إلهي وحوش جينو نار تكو عارهي والذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إن البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا حق الدم إليه حومن عادة نك الربا كل نقض بعد علم تحريمها فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله نقبت بعد والربادي وي فلسفة هل دولار أو حرامها إنات كتكتو وحي كاغفت لبضانتها هل دولار وي أما نصف دولار أو حرامها إنات كتكتو طبان كن أولانا إنات كتكتو حرامها وحي كفت لبضانتها كن عمره السمي سبي كفت لبضانتها كن عمره محايا للمعروفات كتبكو إن اللي ماذا ويوفو ضدها لكن يعني مسلمكو معروفات كو سمين كرا لكن مسلم منكرات كو دعوا الاركيا مؤمن كل لكن قفك الصديق هو قفك منكرات كتا قوي درجه الصديقيه مركو قفو غاره اي مؤمنون نقضوا وحنا دنبو وحا لا وحي حرام ودو كتا غيا صدرت ماذا امر الله في هذا الحال اما في الكلام واما في المكان واما في الحال حال بعد كو سغنت هاي حالتنا كو سغنت هاي امرك الهي ما قالته وي حالة الغنى هضم إلهي بابا هضم كعادي قيبا غني باتاي إلهي الموغم هذا نغضيه حولها إلهي وكسية ماشا هذه ملكتاي وماها إلا ذو حول لهين يعني إلا ذو حولها يسطيين ذو حولها يسنين إلهي وحكومة قياسه لكن أمرك إلهي ما قال توي فرعون بقرته يدي حقابي لقى شيء قارون حوله حقابه لقى لي هامان وزارتي حقابي لقى شيء أبو اللهب وروح ذي مالك نسبك حقابه لقى لي بلال الحبشي إيمان كيسي حقابه جاي سيدنا عشرة المبشرين بالجنة كلهم مال قبان بي وضعهاي لكن مركي أمرك إلهي قاتين إلهي باك وضر على النقض سبحانه وتعالى أمرك إلهي قادو تاجر باتها أمرك إلهي بان قادو تاجر باتها أمرك إلهي بان قادو وما محي تجا أمرك إلهي واد كل بانيسا تاجر باتها واد كل أمرك إلهي وقادتها كل بانيسا فقير باتها أمرك إلهي وقادتها يد كل بانيسا مهندس باتها أمرك إلهي وقادتها يد كل بانيسا ماها يعني ما إن الفقير تهي هذا اللي باني من ماها تاجرنا تهي هذا اللي باني ما إلهي وحصر مقيم أيه قيمة الإنسان بقدر ما فيه من الإيمان وما يقوم به من الأعمال الصالحة لا بما يملكه من الأموال والأشياء والمنازل وحق كل حجراء يلاهي كو قيمين يا إيمان هي عمل صالحة إيمان هي عمل صالحة إما في المكان وإما في الحال حالة بطكوس أنت حالة الغنى حالة إن الأمر كلاه كو قالته شاكر عن نقطة شاكر إلهي بوحد ديري أكسية بني آدم كلاه بوحوك لبضية انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ساروك لفضل لي بل نبي محمد وفير بالي لي يندد بالعقلية يزيد في الخلق ما يشاء علماء واحد لأن معناها آيات أسواء محي خلق إلهي وحب دونه كزيادين إياه بقف بقرح لو قدري قف بمال لو قدري قف بعقل لو قدري قف بعافمات لو قدري قف بإلهي وحبه كزيادين إياه زيادة إيري إياها إيه اللي قسيه محي كده قانتها إلهينا كقر مخلوقنا وقو إحسان سماء إلهي وقو مهدنا وسنجزي الشاكرين وسيجزي الله الشاكرين أليس الله بأعلم بالشاكرين فخذ ما أتيت وكن من الشاكرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين
شاكرنا النقطة حالة الغنى مركز كسو وانتهي إن الأمر كإلهي قادته وتجارة هذا تنفيذ الأوامر في الأسباب أمر كإلهي إن الأسباب تأتكلح فلوسه سبحانه وتعالى أذوق أمر كإلهي قاده تأسد كل بانسة تاجر باتهي أمر كإلهي قاده إنجنير باتهي أمر كإلهي قاده دكتور باتهي أمر كإلهي قاده سلطان باتهي أمر كإلهي قاده عاقل باتهي أمر كإلهي قاده جيلي باتهي أمر كإلهي قاده أدلي باتهي أمر كإلهي قاده لولي باتهي أمرك إلهي قاضي فقير باتهاي أمرك إلهي قاضي مركز كل باني هدان أمرك إلهي على اللقاوة ينا واحد دوني وهو خسر الدنيا والآخرة تبقى قود عيس مركز المدار الفوز والفلاح وأوامرت اللقاوان هيا الخيبة والخسران وأوامرت اللقاتك هيوهي الله النواف الجوال لي قفكم ماذا أمر الله في هذا الحال وماذا فعل وقفكم شهو الراع ونقنن مركز رضا إلهي أدقاريس سبحانه وتعالى الدنيا لو ما ترجل تكميل الشهوات إنه قفك شهوات كذا كذا ما يترتو بل وحوي تكميل الإيمان تكميل صفات الروحانية صفات كإلى هذا وجعلها هنا كذا ما يترتو بل علماء وحينهن لو عدي الإنسان كل نساء العالم وبقي واحد قبيحة المنظر لاشتهى تلك المرأة الدنيا الدمر كجوع دنها دين إلا ولسيه أو مد أرجاد الحنية هي كهدو وحرلا تنس كلاس ودرم هذا وقربته ما هذا أقربت لأن ماشري دار الشهوات ما هبا بل إسكدا يوحي إن نقول راح هذا أن قانا هذا إسكبر إس وأكو عنصر هردبه وحي له الروح هذا الله يقانه فراش أو قالسا أفر يلا بعتنص هذا دين علوم كويسة سو كود داري ميسي قاله أو قالسا هذا فوش سو كود داري ميسي ضيع رده هذا فرس جلاس أتكرر على بسنس جلاس هذا تكرر على سو داري ميسي ووحي على الله يقانه أم ببيه هذا إسكبر إس وأكو داري عن تلا هذا إسكبر إس وأكو داري حاجات هذا دور جل هبين كون القادرة كورة سو دالي ما يسدون ماشاء الله قد دالي إنين الشهوات كاقوا أتكلم ما يسرا وآخره ويا آخره ما حدوش قيسة دوي